مشاهدي الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا بكم في مستهل حلقه جديده من برنامجكم الموريتاني من الداخل، نقدمها لكم من مدينه هطار عاصمه ولايه ادرار، فاهلا بكم. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نأخذكم كالعادة في جولة في مختلف ولايات الوطن عبر شبكة مراسلينا المنتشرة في مختلف الولايات الداخلية، لكن قبل ذلك نترككم مع هذه المناظر الطبيعية من ولاية أدرار، متابعة ممتعة. وفي ولاية أدرار دائما تعد اللواحة النموذجية في منطقة تار تصدر ببلدية الطواس من أهم المشاريع الزراعية المنفذة من طرف مشروع تنمية الواحات، وقد وزعت هذه اللواحة بعد استصلاحها على قرابة 100 أسرة متعففة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الواحة النموذجية في منطقة تيار تصدر ببلدية الطواز المنفذة من طرف مشروع تنمية الواحات، أقيمت على مساحة واسعة واستفاد منها عديد الأسر من سكان ولاية أدرار في إطار اهتمام السلطات العليا في البلد بالطبقات المتعففة. هذه الواحة قالها واحة تيار تصدر وعدلت شهر مايو 2019، وهي الحمد لله شفت اليوم عاد تنتج. اليوم فتنا هذه الأسابيع عالجنا منها 6800 نخلة، عالجناها عن عنكبوت الغبار اللي هو بالكبريت، وحرام من هذا العام إنتاج لا بأس به، وهي 100 هكتار وفيها 13 صنداج بئر أنبوبي ومجهزة كاملة بالطاقات الشمسية، وفيه مسجة تسييج من 11 سياج وريها بالتغطية. كل نخلة بينها مسافة من أماطر مع الأخرى وتحتها الري بالتغطية. ويرى العاملون في مجال التنمية المحلية أهمية كبيرة للمشاريع الزراعية النموذجية. شاكرين الدولة والمشروع على هذه المزرعة النموذجية اللي عدلوا، اللي من خلالها حصلوا بعض المواطنين على زراعي ما قطوا ملكون خل نهائيا، وهذا من الأهداف اللي كانت الدولة تطمح له عن يلا تعمم ملكية النخيل على السكان الولاية بصفة عامة. إذا مثمنين ذاك عاليا ونأكد لكم هون عن هون أسر صبحوا الله يقاطن ذا العام ما قطعت عندهم نخلة، إن هذا إنجاز عظيم ونحن مثمنينه ومتمنين التوفيق. طبعا الناس بدأت تشوف نتائج هذا اللي في حال نخيل مثمر في هذه المزرعة اللي هي،
وطبعا فهم شوية مزال، وطبعا إذا بعد اللي مزال لا اللي يتعلق بالمستفيدين أنهم يا الله يعتنوا أكثر من إضافة حقولهم، أنهم يا الله يشاركوا في جعل هذه المخال اللي واقية للتمور من 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 الآفات، وكذلك الاعتناء بتشذيب النخيل. إذا هذا كامل ذا اللي يعني المستفيد، طبعا ذا اللي يعني المشروع هو تراعوا فيه اكتمل. سيكون موسم القط المقبل منطلق إنتاج الواحة النموذجية في تيار تصدر، وهو ما سيمكن أسرا عديدة من الحصول على كميات معتبرة من البلح والتمور عن طريق النخيل الذي باتت تملكه، وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية لهذه الأسر. لقناة الموريتانية، محمد البلال من منطقة تيار تصدر ببلدية الطواز. ومن ولاية أدران ننتقل بكم إلى ولاية الحوض الشرقي. يعكف المزارعون على مستوى بلدية المبروك التابعة لمقاطعة النعمة على التحضيرات للحملة الصيفية لزراعة الخضروات، وتقوم المندوبية الجهوية للزراعة بمواكبة هذه الجهود في إطار ترقية المدخلات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. مزارعون يعملون داخل المزرعة النموذجية ببلدية المبروك 30 كيلومترا جنوب مدينة النعمة استعدادا للحملة الصيفية لزراعة الخضروات بالحوض الشرقي. متباركين نعدلوا الأحياء نبذروا فيهم البذور اللي عندنا بذور صيفية، وعندنا الآليات، عندنا جرار، وعندنا هذا، وعندنا العمال الحمد لله يشتغلوا، وإحنا همنا مولي نشتغلوا إلى أكتب مولان جابونا مولي الخيمة ساعدونا بها. وتواكب المندوبية الجهوية للزراعة جهود المزارعين بالمدخلات الزراعية والإرشاد. هذه تعاونية نموذجية من تعاونيات أكبر إنتاج هذه السنة في الولاية، ولذلك أول شفتوا إحنا بعد إدراك هذا العمال فيها نبدأ نرشدهم في جميع الحالات كيف إعداد الأحياء وكيف طريق البذر وكيف قضية الري. بعد نين وفرت لها المندوبية الآليات الزراعية من جرار ومن آليات البسيطة الثانية كيبيل وبيوش وبينت وإلى آخره، وبالتالي والبذور من المهجنة والبنها العادية هذا بعد نين توفره، إذا عاد فرع لين يصحبها طاقم فني ياكنهم يوجههم وينعتلهم الطريقة لياكنهم يحصلوا على أكبر إنتاج ممكن لياكن يصدروا فيها، لأن هذه أول تجربة الله نبدأ بها في هذه الحملة الما فات بدت الله نبدأ إن شاء الله ياكن يحصلوا على أكبر إنتاج في الحملة الصيفية إن شاء الله. ويتحدث أصحاب المشروع عن نتائج إيجابية في حصاد الموسم الشتوي، مما يجعلهم يعدون العدة للموسم الجديد بعد أن استطاعوا توفير مادة الخضروات لسوق النعمة خلال شهر رمضان. الحملة الصيفية الحمد لله كيفنا بدأنا في البذر لو مشروع متباركين عدلوا الأحياء الحمد لله، ومتاركين بتنا عدل المشاتل واخذت الحمد لله من البذور الجيدة اللي جابتنا المندوبية، مهيئين لها دايرين فيها اللاتومات ودايرين فيها البصل ودايرين فيها باتراف ودايرين فيها أوبرجين، بالرغم على خالق من محاصيل عندنا أصلا صالحة للزمن كامل ذيك في المزرعة قاعدة القديمة مازالت صالحة كاملة فتبارك الله ما خاسر عليهاش. بالنسبة للمدينة فيه مزارع مواكبين اللي في الحملة الصيفية، في الحملة فات الطارقة 12 طن، لكن البصل تبارك الله مازال خالق، ولا تومات مازالت خالقة، وبرجين مازال خالق فتبارك الله، ولا بومداتير مازالت خالقة. ما كيف ما توعدت لكم إنه ما لي تخص ما خص الطارق السوق الحمد لله فيها لابومداتير بأرخص حالة قطعت فيها في الحوض الشرقي، باللي ما فيه مزرعة ما جابت لابومداتير وجابت البصل. هذا تبارك الله الزحمة اللي خلقت من الإنتاج الوطني هي اللي جعلت السوق تبارك الله تلبس. جهود محلية يعول عليها في تشجيع الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي بدل الاعتماد على المستورد في ظل ما توفره الدولة من دعم وإمكانات في هذا الجانب على مستوى ولاية الحوض الشرقي. الفاقول للشيباني، قناة الموريتانية، لبرنامج من الداخل. ومن ولاية الحوض الشرقي ننتقل بكم إلى ولاية قديمعقة. تتوفر ولاية قديمعقة الحدودية على مقدرات زراعية كبيرة، ويمارس العديد من نساء الولاية العمل في القطاع الزراعي الذي يحظى بالتشجيع من طرف الجهات الحكومية عن طريق مشاريع التمويل والقروض الميسرة.
تشكل الأنشطة الزراعية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي في ولاية قديماغا. من هنا جاءت فكرة هذا المشروع الزراعي الذي تقوم عليه هؤلاء النسوة الناشطات ضمن ما يعرف بالتعاونيات النسوية لزراعة الخضروات. النساء في قديماغا ما شاء الله مشتغلين، وهذه الزراعة عاطينها أهمية ما شاء الله، وعندهم اللي مردوديات زينة، هذه الزراعة ما شاء الله زينة واستفدنا منها، مجبرنا منها ياسر من الفوائد. سمعت النساء في قديماغا ما شاء الله مستقلين في خبار مجال الزراعة ما شاء الله، ما تجبر قليل، هو البلد ما تجبر فيها عليات، عندهم ما شاء الله نشاط في الزراعة ويسوقوا منه ما شاء الله للسوق. احنا هم ولاية رعوية وزراعية ما شاء الله، وقطع عنها ما شاء الله ما تعد الحفرة ولا تعد الشيء، سوى شنو ما شاء الله ما قام ناجح ما شاء الله، وقام ما شاء الله مستفاد منه هذا. وتشوف ما شاء الله النساء هم كاملين في قديماغا ما شاء الله، قليلة امرأة ما عندها تعاونية ما شاء الله من الخضرة وتعدلها وتمارس نشاطها. في إطار العمل الجمعوي استفادت هؤلاء النسوة من تدخلات قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث حصلن على قرض ميسر، الأمر الذي سمح لهن بإطلاق مشروع زراعة الخضروات في هذه المزرعة. احنا جبرنا دعم من الدولة، اعطتنا 750 واشترينا منها قرياج ودخلنا الماء واشترينا التراب وشتقنا، لكن لنا ما بقى لنا شيء نقدو نتمو نسدو منه المولاش، غير بعد المشروع ما شاء الله استفدنا منه، نبقى الدولة تساعدنا وتعطينا استفادة نستفاد شيء نستفاد وإحنا بين قدو نشتغلوا به. الدعم اللي طاونا سلف وإحنا ذاك ندور شيء ود ما وسلف يعطوهن، عدنا ذاك نخلصوا اللي إحنا من أرواحنا ما عندنا شيء مخلصين به، وطالبين منها تعاوننا وتساعدنا وتعطينا شيء نستمولوا به. وتؤكد العاملات في هذه التعاونية الزراعية على المردودية الكبيرة والعائد المادي للمشاريع الزراعية في هذه المنطقة. شوقي محمد فال لقناة الموريتانية، مدينة سيلبابي. ومن ولاية قديماغا ننتقل بكم إلى ولاية ترارزا. شكلت مدينة نمجاط محطة كبرى للعديد من مريدي الطريق القادرية في غرب إفريقيا بعد مشاركتهم في فعاليات الموسم الثقافي والروحي لأنصار الطريقة الذين تداعوا من مختلف دول إفريقيا. وعلى الرغم من العدد الهائل للأفراد والسيارات العابرة لبلادنا، استطاعت الجهات الأمنية المختصة ومؤسسات المعابر ضبط حركة العودة وتفادي الاضطرابات المرورية المحتملة. يتجدد هذا المشهد مرة من كل سنة في هذا المكان بالذات بانتظار تنظيم التفويج عبر عبارات روسو. أسطول هائل يلتحم بالأفق على مد البصر، يقل مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة في عودتهم إلى بلدانهم في الضفة الأخرى. مدينة روسو هي المحطة الإجبارية لهذا الموكب الطويل، وهي كذلك محطة التزود بالطاقة وغيرها من ضروريات السفر، ما يعني انتعاش حركة البيع والشراء. اللي هرت إيمان الله ربعه لا نحس بنمجات عادو خالقين، لا نقبوش من شويات من الكبدة نشوطهم هنا نبيعوا هنا ما نبيعوا، والله إلا بعنا مولي بيع اللي إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله البيع خليك إن شاء الله والناس إن شاء الله يقبل. إيش يا ورك الحمد لله 4 سنوات والله 5 تروح عند شوية تجارة نقبوها عند رباتي نضلوا نستفادوا منه نبيع، وذاك اللي طالع مولانا اللي رزقنا به مولانا نبيعوه ونجيبوا لهم ذاك اللي بعنا، يقبضوهم ذاك اللي قطة طاونا يحس حسبوا لي يقنعوه من ذا اللي بعنا، مرة يبقى لنا شوي زيارة مبنى احنا زينة عندنا الحمد لله. هذا الحمد لله للزوار لا يجون الحمد لله هون ما شاء الله، ونعدلوا البضاعة اللي هو نبيع الحمد لله وما شاء الله لا مستفادين من الحمد لله وراجعين إن شاء الله المزيد. ويتم تنظيم عودة هذا الأسطول عبر شركة عبارات روسو وفق برنامج تنظيمي محدد. هذه السنة الشركة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا قبضت جميع التدابير اللي تخص بها فنيا وبشريا وماديا، هي كانت تعود في المستوى، وحتى الآن فتنا خطينا ماشي شارع النمجاط ما يقرب 1000 سيارة من جميع حجمها، وراك احنا في العودة فتنا خطينا ما يزيد على نص ذا العدد اللي سمينا لكم، ومتوقعين أنه يزيد. وإزاء هذا العدد الهام من السيارات والشاحنات في معبر حيوي ونقطة التقاء نشطة بين بلدين،
كان لابد من إعداد خطة عمل محكمة لضمان سيابية الحركة وضبط الأمن. قامت الإدارة الجوية لأمن الطرق بولاية ترارزة بوضع خطة جديدة وشاملة مع زيارة قرية النمجاط ونولكي، وهذه الخطة تعتمد أساسا على وضع دوريات أمنية مع طول طابور السيارات، ووضع كذلك عناصر على طول الطابور، وتنظيم حركة السير مع منافذها المودية إلى مقر العبارة من أجل تسهيل وانسيابية حركة المرور. أكثر من أسبوع كامل عاش المحور الطرقي روسو تيغند النمجاط على إيقاع حركية كثيفة لأتباع الحركة القادرية في غرب إفريقيا في لقائهم السنوي في مدينة النمجاط. عدد هائل من المركبات يعبر بلادنا كل سنة في هذه المناسبة الروحية والثقافية، ولا يقتصر الدور على هذا الجانب فحسب، بل يتجاوزه إلى إنعاش الحركية الاقتصادية في البلد وخلق العديد من فرص العمل. ومن ولاية ترارزة ننتقل إلى ولاية تيس الزمور. تضلع رياض الأطفال بدور كبير في حضانة الصغار خارج البيت وفي مساعدة الأمهات في تربية أبنائهن في مرحلة ما قبل المدرسة، كما تساهم الروضة بشكل مباشر في خلق جو من التعايش الأخوي بين أشبال المجتمع الواحد. فريق من مكتبنا في زورات زار روضة السعادة في زورات وأعد التقرير التالي. بما أن زورات مدينة عمالية بامتياز، فإن معظم الأسر تخرج صباحاً إلى العمل، ما جعل الأطفال الرضع أو من هم في سن الفطام عرضة للبقاء ساعات طويلة في البيوت أو في الشارع. من هنا تتجسد أهمية رياض الأطفال ودورها الكبير في مساعدة الأمهات في تربية الأبناء. روضة السعادة إحدى أقدم رياض الأطفال في زورات، التي شكلت على مدى سنين مضت الفضاء الأرحب للرعاية والتربية معاً في غياب الأمهات. أهمية روضة الأطفال عندنا أول شيء هاو ترك اللي يبقى مستربين في بدي يتموا يمشوا معي عم ما تعلمنا يقس يلعبوا في الأوساخ ويلعبوا في ثانيا ما دي هاو العيات اللي يعودوا يشتغلوا هو نفاسهم يعودوا يطلعوا يعودنا عندهم حد مخلين ولا وقع كل رقع إذا يبقى تخلي عنده تريق يشيروا لا تقع قاعد معمك ماك لا يتعود عندها يهم لا يتروح لهم ننجي الروضة لا تحضن لك يشير أي يجيبوا من الثامن وعيما جيما والثالثة هاي عندي أنا بعد أهمية كبيرة وعقلاكم اللي تكي علموهم وقعد قعد سابق قيس المدرسة يطبع لي يقعدوا للمقاعد يطبع لي قيس السبوع يطبع لي شبك السواء يطبع لي ياسي يقرأوا القرآن يقرأوا لكم. يتوزع الأشبال حسب أعمارهم بين الفصول الثلاثة لهذه الروضة، مرحلة الحضانة فقط مع توفير جو من الترفيه واللعب، ومرحلة التهجي وتكرار الأناشيد المفيدة هما مرحلة ما قبل المدرسة. في روضة السعادة الحمد لله شتقانوني 12 سنة ولا 13 سنة الحمد لله عندي الأطفال الصغار وعن تقريبا 4 أشهر إلى الحمد لله 3 سنوات وعلى الصباح يطلعوا تلك الثامنة شي منه يطلع الثامنة شي يطلع العشرة يلعبوا يكدوا الألعاب عندهم يلعبوها تباركوا معاها يلعبوها ويحلوا فيها نحن لا كلهم لهم نحن لا أمات لهم مراقب الصحة ومراقب ذا كامل ولا خسر فيه شي والله ضيع الباس والله شي يهلوا شايبين أمالي الباس نبدلوه له ونظفوه ذا كامل نعدلوه له. مقابل رسوب رمزية في غالب الأحيان تقدم الروضة خدمات متنوعة تجمع في طبيعتها بين الجد واللعب، لكن المربيات يتطلعن إلى دعم واهتمام من القطاع الوصي. الروضة هي أسستها من 1999 ومن ذلك الساعة ما شاء الله لي يعني قال بدأت اللعب شوي ما أخر وبلنا قاع ما نعرف الأعمال ولا إلا هو قال الساعة ما شاء الله اللي دخلت البرنامج اللي عدنا نعرف عدنا نعدل السمينات لهم ما شاء الله عدنا نعدل وعادت التكمل ما شاء الله هدات الزايد تبارك الله وذاك الدرع فيها زايد على 70 إشي مربيات يا ربع عندنا من النواقص أول شيء بعد قاع هؤلاء الساخ ما نجبر شيء يرفدهم وعقب ذاك المليل ما عندنا مشكلتهم عندنا مشكلتهم اللي حد قد ينفعنا في الألعاب والله شيء لهم
العاب التركي، احنا هون نعدلوا على قدر ايدي قدر ما استطعنا، نقدر احنا قاعد نجد الالعاب نعدل نعطوا التركي الالعاب نحن اللي نعدل. تركز هذه الروضة على اكتشاف المواهب لدى الاطفال وعلى تنميتها من خلال تقديم حصص في الرسم والابتكار والمحاكاة في الصناعات اليدوية والتصاميم والمجسمات. مختار بابو الأحمد لبرنامج الموريتانية من الداخل. بهذا العنصر نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة من برنامج الموريتانية من الداخل. في نهايتها تقبلوا تحياتي وتحياتي طاقم البرنامج. إلى اللقاء.